أنا الطالبة لميس صباح، طالبة أداب لغة إنجليزية في جامعة الأقصى. هحكي لكم اليوم عن تجربتي في جامعة ألميرية في إسبانيا ضمن برنامج التبادل الأكاديمي إراسموس بلس. طبعاً هذه التجربة كانت مفيدة إلي وأثرتني بشكل شخصي في عدة مجالات، بداية بالمجال الأكاديمي، حيث أنه اتعرفت على نظام دراسي جديد بيعتمد على مهارة البحث والتعلم الذاتي لدى الطلاب. كان دور المحاضر يقتصر فقط في توضيح النقاط والمحاور الأساسية للمادة. أما بالمجال الاجتماعي فقد نمت ثقتي بنفسي وجعلتني قادرة أكثر على التفاعل مع البيئة المحيطة بشكل فعال، أعرف كيف أطرح وجهات نظري وأتقبل وجهات نظر الآخرين، بالإضافة إلى أنها صقلت عندي مهارة الاعتماد على الذات، وكانت فرصة إلي لأتعرف على ناس من ثقافات ودول مختلفة وعديدة، بالإضافة إلى أنه هذه الفرصة كانت منبر بالنسبة إلي لأعرف الناس على ثقافتنا الفلسطينية الغنية. كمان بشجع الطلاب إنهم يقدموا لهيك منح وهيك برامج، لأنه هذه البرامج بتفتح لهم مجالات واسعة ما بعد التخرج. طالبة آلاء أبو ندى، خريجة برنامج الإيراسموس من جامعة يلدز التركية، جئتكم اليوم بتجربة جديدة كان لها الأثر الإيجابي على شخصيتي في المجال الأكاديمي، حيث أمضيت حياتي الجامعية في المكتبة واعتماد مصادر التعلم الذاتي والرجوع إلى مدرسة اليوتيوب. أما على الصعيد الاجتماعي فقد كانت تجربة ثرية في الاعتماد على الذات وتحمل المسؤولية وتكوين علاقات وصداقات من جميع أنحاء العالم وتبادل الثقافات فيما بينهم وتعلم لغات جديدة. أيضا زيارة المتاحف والأماكن التاريخية زادت التجربة جمالا في التعرف لتاريخ الشعب التركي. إن تجربة كهذه جديرة بأن يسعى الطالب لها ويركز عمله الدؤوب عليها، لذلك أشجع كل الطلاب من جميع التخصصات في التقدم لبرنامج الإيراسموس.